خطاب حالة الاتحاد هو الثامن والأخير للرئيس الأمريكي باراك أوباما، وفي الوقت الذي يستعد فيه لإلقائه تتباين الآراء في تقييم ما حققه الرئيس من إنجازات وعد بها في خطاب حالة الاتحاد السابق. غالبية الانتقادات تركزت على تعاطي إدارة أوباما مع ملفات السياسة الخارجية، خاصة ما يتعلق منها بملف التدخل البري في الدول. لأول مرة منذ أحداث 11 من سبتمبر مهامنا القتالية في أفغانستان انتهت. ويعتقد مراقبون بأن أوباما لا يرغب فعليا بالتورط في حرب جديدة مع إيران أو في الشرق الأوسط، مستعيضا عنها بفرض عقوبات قاسية وبناء تحالف دولي بهدف تدمير داعش، فقد نجح في وقف تقدمه، إلا أن إلحاق الهزيمة به سيستغرق الكثير من الوقت بحسب أوباما، وهو أمر ينظر إليه البعض باعتباره وعدا غامضا وشعارات لحل القضايا العالقة بين البيت الأبيض والكونغرس. أعتقد أن استراتيجية الرئيس خطيرة لأنها قائمة فقط على الأماني، وهي تصلح لقاعات الدراسة أكثر من كونها قابلة للتطبيق. إذا ما نظرنا إلى الروس أو الإيرانيين أو حتى الصينيين، فإن سياستهم قائمة على ما يحدث بالفعل على أرض الواقع، فيما يبني رئيسنا سياسته على ما يأمله. أوباما أكد في خطابه السابق بأن واشنطن تدعم المعارضة السورية وتسعى لتمكين المعارضة المعتدلة من أن تكون جزءا من تسوية سياسية للتوصل لاتفاق يفرض على الرئيس السوري بشار الأسد ترك السلطة. وفي الحقيقة أمريكا لم تحسم تلك القضية، لكن من الواضح أن إدارة أوباما ما زالت تأخذ منحى السلبية فيما يتعلق بسوريا وروسيا وعدد آخر من القضايا. اقتصاديا توجه أوباما إلى جيوب الأثرياء والبنوك الكبيرة لتحصيل نحو 320 مليار دولار من خلال الضرائب والرسوم لدفع عجلة الاقتصاد وتوفير منح دراسية ورعاية للأطفال، وهي خطة لم تعجب كثيرين رغم انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها. رئيس مجلس النواب الأمريكي دعا الرئيس إلى إلقاء ثامن وآخر خطاب له عن حالة الاتحاد في 12 من يناير، ليتيح لأوباما إعلان أولوياته في عامه الأخير في البيت الأبيض، وبالتالي وكما هو متوقع ستكون فرصة جديدة للجمهوريين لكيل المزيد من الانتقادات للرئيس وللحزب الديمقراطي. جعفر الزعبي، سكاي نيوز عربية، واشنطن.